هنا بين سبورتس تستعيد ذاكرة 2019 ببداية الليغا، ولو أن الليغا انطلقت وسط الأسبوع من خلال قنواتنا، اليوم نتواصل من خلال هذه الجولة الجديدة، جولة انطلقت بقمة وسهرة كبيرة التي تعادل 1-1 في القمة بين الأندلسي والعاصمي اف سي سيفيليا، يتعادل 1-1 مع آتي 0-0 بمعطيات التحدي لفريق باسكي ضد التاريخ. فما ضربة جزاء، ضربة جزاء أولى في الدقيقة الأولى وعشرين ثانية، غلطة من اللاعب كازيميرو البرازيلي، ولعب خوسيه يمشي ويليان، حط الكرة ويليان والهدف الأول، 1-0 للريال سوسيداد. العريق الباسكي الذي تأسس في سبتمبر 1907 في سجله مرتين لقب الدوري 81 و82 أمام أنصاره، يصنع التاريخ، هل يصنع إنجاز في تاريخ مواجهته ضد الريال؟ وخسر 5 الريال هذا الموسم، يربح يخسر، والكرة خطيرة، ضربة جزاء فماش، الحكم يقول العب، تتهيأ الكرة من مودريتش، تلعب الكرة على طريق فاسكيز، فاسكيز فينيسيوس والدفاع، والحكم يقول العب. الكرة ترجع مرة أخرى وسط الملعب بعد هذه المباراة، يمشي بالكرة توني كروس، الريال للتعادل والكرة في دفاعات الباسكية، الباسكي تحدى الريال هنا في معقل مدريد عن طريق العشرة الأهداف، تقدم في دوري الأبطال أوروبا، ستظهر الصعوبات، فينيسيوس وجول، والتعادل يضيع من بنزيما، كريم بنزيما يواصل إدارة الفرص، الرجل الذي كثيرا ما تألق ضد الباسكي سوسيداد يمشي بعيد بالريال مدريد، يمشي بالكرة فينيسيوس، لاعب واعد جدا يوزع كرة قدام كثيرا عن طريق رقم 11، يمشي كرة يانوساي، يانوساي دلمانيو، حط الكرة والدفاع، ترجع الكرة من منطقة الجزاء، فينيسيوس جول، فينيسيوس جول، ممتازة والتعادل يضيع، ما يخلطش، ما يوصلش، ما يتوفقش، ما يسرعش اللاعب لوكاس فاسكيز، ولكن ممتاز جدا فينيسيوس، هدف التعادل، كرة خطيرة بالرأس والدفاع، والكرة تمشي، فينيسيوس يسب قوسي، ترجع الكرة خطيرة على القائم الثاني والحارس كورتوا بطول قامته، القائد يبني هجومين أكثر على الجيل، يوصل من مارسيلو فينيسيوس والتوسيعة وبعيد على بنزيما، مارسيلو حط كرة مودريتش مكلف الكرة في الشبكة، مودريتش والحارس يتألق، ثانية من فينيسيوس جونيور وتألق الحارس رولي الذي يمشي، كريم، كريم حلو، 1-2 كرة خطيرة، يمشي كريم يشوت كرة والحارس الركنية، ركنية الفريق الريال، كرة للميرينجي باولو الفريق البرازيلي، بينما هنا نرجع للمدريدي وكرة للريال للتعادل، والدفاع يصمد الريال سوسيداد الفريق الذي لم يحقق في تاريخه ولا إنجاز خارجي ولا لقب قاري، مينوث يلزم يستغل الكرة هذه خطيرة، فرصة صعبة والتوزيعة وراموس والركنية، بلي يا ريتها بانتصار تاريخي هنا في البرنابيو بعد 10 هزايم في آخر 11 تنقل، زيارة للقصر الملكي لسام وقتها، ولكن الآن 120 دقيقة، يمشي فينيسيوس رائع، فينيسيوس والتعادل، وفرصة كبيرة، كازيميرو، كازيميرو، كازيميرو يعمل الصعب يستخلص، شوف يشوط يراوغ يتقدم يباسي رغم انه واحد لو شوف فيه قريب مع هذا الضغط، كرة متواصلة خطيرة، وكازيميرو مرة أخرى مبدعه، بينما ممتاز فينيسيوس، ممتاز جونيور، كرة من جونيور والركنية، ممتاز هذا اللاعب، أحسن لاعب بعد 30 دقيقة لعبه شوية، الكرة تمشي مسألة وقت لهدف التعادل، الكرة تمشي من كارفاخال والدفاع، يعطي كرة لفاسكيز، فاسكيز يعمل كروس على القائم الثاني، فما إعاقة، فما بينالتي، في رأيي فما ضربة جزاء مظفر يا حكم المباراة. يلعب فينيسيوس جونيور، جونيور يلعب كرة توني كروس، توني كروس، شوفوا زملائنا في الاستوديو، أنا نمشي أكثر لضرب الجزاء للريال مدريد في الصراع بين يارامندي، سيكونون من المنقذين الأبيض، كرة خطيرة ترجع بالرأس قدام كريم، ترجع فمتى يخترق، الكرة تمشي الراسية لمن، ترجع من الدفاع، ممتاز جدا، كرة من راموس، هربت على راموس، ضاعت على راموس، وما زالت الخطورة وركنية مارسيلو، كرة أخرى كازيميرو، الأظهرة اليمين واليسار يخليه في برشا، طريق كارفاخال يمشي داني، كارفاخال يدخل، كارفاخال سبق برشا كرة، والكرة من سيكون التنفيذ؟ مختص توني كروس، الرأسية والكرة بعيدة، كرة بعيدة كانت من كازيميرو، ما زال الباص في الكلوار، ممتاز، يلعب كرة خطيرة هذه، كرة تعادل، روعة، روعة يا باسكيز، هذه فاس وحظ يا لوكاس. كرة مدريدية مصعب لعبية في الخلف، الريال مواصلة اللعب على أطراف وحلال اللعب والريتم، والكرة تجري وتدور وتخرج أسرع،
من حملها سداد إمكانية الباس والتمرير فرصة الثاني يخرج كورتوا ويخلص الريال من الصعود نصف الطريق الأفضلية للباسك إلا إذا فينيسيوس ورفع الراية رفع الراية على البرازيلي الجونيور فينيسيوس فينيسيوس كريم نفسي للشوط الأول خطيرة وفرصة الهدف الثاني فرصة الهدف الثاني حكم الباسك الباسكي العريق يضرب كرة بالراس لا ضاعت من الهجوم الباسكي الدوري الانجليزي وفي انتظار فران ومرة ثانية مرة الأولى والثانية والصالة الثالثة والحارس يفسخ رولي برافو يا رولي رولي متألق شو الثاني أحلى بالثاني ترجع الكرة مدريدية فرصة التعادل قائمة نيمار دوازن يرسم يتذكر الهجوم فينيسيوس روعة والكرة فرصة كبيرة فرصة هدف الثاني يضرب كرة والدفاع مرولي مرة ثانية وضاعت على الريال ضاعت على السوسيداد فرصة كبيرة ضاعت على بنزيما يمشي فينيسيوس الرايع مشي حطة يا ولد حطة ولكن الكرة ما حبتوش اي ملم لاعبي نار هذا فينيسيوس هذا ليس جونيور هذا الكبير هذا السينيور يا رب كازيميرو ضيع فرصة يمشي السوسيداد المرتدة كونتر اتاك حتى انذار انذار يا حكم نعم ورقة صفراء مصطح سوسيداد حاليا يمشي الريال بروح الإصرار يلعب كرة رقم 11 فرصة الثاني يا ولد كرة ولا أروع من يانو تساي شيء من الخلف ينطلق بالسرعة بالقوة الانطلاق من كارفاخال على الرقم الثاني بنزيما والحارس الرايع الرولي جمهور الريال ايوا جونيور فينيسيوس واحده الثانيه واحده وثير حتى قدامه بالشيكي ولا طريق يانوزاي تلعب الكره ويليان يضرب كره فرصه وديف مرينجي عن طريق توني كروس اسكور على اليمين يلعب ممتاز الباس والكروس خطير جدا الفريق الباسكي في الشوط الثاني طمع في المباراه والراسيه بروح الاصرار والكره برا وضربه مرمى فرصه كبيره الكوتش والمرتده فما مساحات طبعا الدفع بإيسكو على كاسيميرو فيها وعليها لأنه يعني ليس أنك تلعب عشمي يعني ماذا لم ينتصر ريال ولم يتقدم البرسا ولكن يلزم نعطيه أيضا فينيسيوس جول ما لغلطة فينيسيوس بناتي للمرنجي هاي اللقطة بابا 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 باسكي الحكم باسكي يعني وبرا فريقك بالهدف الدقيقة الثالثة شوف الأخطاء شوف التمركز شوف الثاني ننتظر كرة خطيرة فرصة الثاني وحال مدريد توزيع كرة خطيرة وفينيسيوس والتعادل ضاع على الريال مدريد مش ممكن وقت اللي نهار يكون فيه إقصاء ونهار فيه سان يا رب يانوزاي والحارس تيبو فينيسيوس يمشي فينيسيوس خطيرة والراموس والرولي قال لا المحاولة التاسعة الهجومية من المرينجي 2-0 يا 1-1 كرة ترجع من مارسيلو فما راموس لمست يده كرة من فينيسيوس يوسع عرضية الكرة ركنية تلعب الكرة مارسيلو حط الكرة على القائم الثاني الرولي لا خوف عليك يا خال كارفاخال حط الكرة ضيعها بنانيتوس فينيسيوس يا كرة مودريتش والكرة ممتازة والدفاع ضد أربعة فما تسلل يقضي عليهم كارفاخال لا ركنية الفريق خطير جدا في البعيد على نويتا والثاني حاول يركنا جونيور جونيور فينيسيوس جونيور الحسن هذه الكرة عن طريق ويليار والثاني والهدف الثاني خلاص تاريخية السوسيداد الريال سوسيداد يكتب التاريخ بالهدف الثاني يا مودريتش 2-0 قلت في فترة انها لن تنتهي على هدف يا ثانية